رحلة المعاناة من منزلها إلى مستشفى الغسيل الكلوي رحلة تقطعها ألفة معلة 3 مرات إسبوعياً منذ 30 عاماً. بحساب بسيط يتبين أن ألفة قضت أكثر من 20,000 ساعة على أجهزة الغسيل الكلوي. هذيك حياتي نهار بنهار 3 مرات في الأسبوع توا 30 سنة وأكثر من 30 سنة. ألفة هي واحدة من مئات الآلاف الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي، وتعتمد حياتهم اليومية على أجهزة تصفية الدم. نفسياً تتعب أكثر وتلقى روحك تكون عندك طموحات، عندك أحلام، عندك حاجات تحب تعملهم في الدنيا، بكل بشوية بشوية تتخلى عليهم. وفقاً لوزارة الصحة التونسية، يبلغ عدد المصابين بالفشل الكلوي نحو 10,000 مريض. يوجد في تونس حوالي 100 وحدة لغسل الكلى بمعدل 4 أجهزة لكل محافظة، تقتصر غالباً على مراكز المدن. أما ألفة فازدادت معاناتها بعدما فقدت بصرها. قلت لك أكثر حاجة متاع والدتي واقفة معايا، مرضت بعيني وفقدت البصر متاعي، والدتي هي كل شيء، والدتي هي عيني. تتشابه معاناة مرضى الفشل الكلوي في المنطقة العربية، حيث الهوة واسعة بين أعداد المرضى وما يتوافر لهم من تجهيزات. في الأردن يتزايد عدد من يحتاجون لتصفية الدم ب 600 مريض سنوياً. تغيرت حياة محمد بشكل جذري منذ 2 سنين حينما اكتشف إصابته بالفشل الكلوي. يعني أنت بتصير الأساس هو غسيل الكلى، وكل إشي حواليه بتمحور، يعني كل إشي لازم يصير بناء عليه، لأنه هو الأساس، إنه ما بتقدر أنت يوم من الأيام تقرر إنه ما تروح غسيل الكلى. في ظل صعوبة زراعة الكلى في الأردن، يتقلص أمل محمد في الحصول على مخرج من المعاناة. يعني أي حدا بيجي مثلاً، أي حدا بيصير معه موت سريري أو موت دماغي، ممكن يأخذوا من الأعضاء ويتبرعوا فيه لناس تانيين. هلأ هذا الإشي بحتاج توعية للمجتمع. وفي مصر تقول الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى إن نسبة من يحتاجون للغسيل الكلوي هي 650 حالة لكل مليون. فما سبب هذا الانتشار؟ ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لزيادة أعداد أمراض الكلى في مصر. رقم 2 يجي السكر، ورقم 3 يجي الالتهابات المناعية وكثرة استخدام المسكنات. والناس فقيرة شوية، الثقافة الطبية عندها ضعيفة جدا، فما يعرفش إيه خطوط واحد عنده ضغط دم، ما فيش أعراض ما بيشتكيش ما بياخدش العلاج. وفي الفترة الأخيرة ظهرت أسباب جديدة للإصابة بالمرض. وإحنا بنشوف حالات ما كناش بنشوفها خالص قبل كده، وبنلاقي أسباب الفشل الكلوي مش لاقيين سبب عندنا، لا ضغط ولا سكر ولا، ولكن نبدأ نسأل المريض هنعرف إنه لا ده بياخد طرامادول وما شابهه. قد تكون مشقة الغسيل الكلوي الخيار الوحيد للكثيرين، لكن هناك احتياجاً لمزيد من الجهود في مختلف الدول العربية لتخفيف معاناة المرضى وتقليل أعداد الإصابة. حسام فازولا، BBC.